العمى هذا تحرك. شو ساويت هاشم بيك؟ الورش على هون مشي الحال، راح فكري وماله رجع على هالبيت. لكن هو مرة مشلول، خلي بيستاهل، ما حدا رح يسده أصلا. هاشم انت ما فيك شي ما هيك؟ ايه طبط ايه، بس ما تحكي ابدا، خصوصي لشيماء. شيماء ما لازم تدرى. طيب انت كيف ضحكت على فكري وخليت شيماء تقلعه من البيت وما تصدق كلامه؟ ما صدقته طبعا، فكرته من كتر الشرب جانين. هي بتشوف لك، انا اللي بدي افضحك هالمره. الو، بدي طلبيه على البيت اذا بتريد. فكري بيك رجع. لا مو هو، انا طلبت اغراض من الدكانه والشغيل بيكون جايب لي اياها. طلبيه شو بهالوقت يا مهجة؟ هاشم احترق قالب الجاتو يا هاشم. العمى كيف نسيتها بالفرن؟ اكيد احترق. اسف نسيت المصاري جوا، تعال ما تضل برا. تفضل تفضل. شلح من رجلك وفوت ارتاح دقيقة. لا تخاف ما بيقدر يساوي لك شي، اصلا هو مشلول وما فيه يتحرك. عود رح اجيب لك المصاري فورا. هاد الحساب. ايه رو ليش مستعجل؟ لسه هلا وصلت، عود وخذ نفس. صاحب المحل عم يستناني. معلش استناله شوي مو مشكلة. شو رأيك نقعد ونتسلى شوي انا وياه؟ كتير حلوين شعراتك على فكرة. عن جد؟ ايه وريحتهم حلوة كتير. شو نوع الشامبو اللي عم تستعمله؟ ولك موشا شو عم تساوي؟ لك شو عم تساوي انت ابو بكر؟ يا مهتل انا كنت عرفانة انك مو مشلول وعم تضحك علينا. خلصي ما بدي اسمع صوتك. ولك شو عم تساوي هيك انت ابو بكر؟ ليه؟ شو اللي عم بيصير؟ شو هاد هاشم انت فات؟ انت مو كنت مشلول؟ مين هاد؟ انت منين طلعت؟ مرحبا خالي. خالي مين؟ شايفة امي بابا طلع عم يضحك علينا وما طلع ابدا مشلول. ولك موشا تشاهدي على روحك، والله لموتك في ايدي سنتين. العمى شبني تعي ماشي. أنا بقرب منه وإلا بدأ للشرطة، وطالما صرت منيح فيهم يرموك بالسجن ببساطة. موشا سكري تمك عسلة. هاشم يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، يعني ما كان فيك شيء. لك اسكتي هلا، مو وقته هالحكي. هذا وقته مبلا، هذا وقته يا هاشم. اخس عليك، لك أنا اللي كنت عم ضاميك بإيدي، كنت بإيدي غير لك بجامتك. لك أنا كنت غير الشراشف من تحتك. لك شوفك يلي خدامي عند أهلك أنا يعني. امي خلص اهدي روحي. شلون بدي روق انا؟ شلون قولوا لي؟ ما كان ناقص غير اغسل لك ثيابك الداخليه يا قليل الاصل. وانت عامل فيا مشلول، لك العمى بقلبك. بحياتي ما شفت واحد بنادلتك وحقارتك يا هاشم. شيماء الله يخليك اسمعيني، انا عن جد كنت مشلول. ليك اذا ما بتروح من هون والله العظيم لقيتلك. او لا تروح، مين بده يلومني اذا موتك هلا وارتحت؟ رح كسر عظامك وخليك مشلول، وقتها ورجيني كيف رح ترجع تقوم. لا طولي بالي. والله أنا ما بقى طايق أشوفك. إذا هلأ ما بتطلع من البيت بتكون حكمت على حالك بالموت، فهمان؟ يلا ضلع. وهذا الولد معقول تلعيني وتخلي هذا الغريب عندك؟ أصلا أنا كنت ماشي لحالي. روح انقلع روح. يا شيماء معقول اطلع بالبيجاما؟ بعدين وين بدي روح بحالي هلا؟ مشان الله. الله لا يوفقك. أنا بورجيك يا حبيبي كله منك. حل عني بقى، ما بكفي زعلت فكري بسببك.